مصر معروفة بكرمها وطيبة شعبها، المصريين معروفين دايماً بدمهم الخفيف. أخوها له صورة في القرآن باسمه. يا نهار أبيض، معقولة؟ سؤال النهاردة بيقول رسول مرسال، له جن وله إنسان. الله عليه، بجد النبي، الله عليه. المصريين معروفين في أي مكان مسيطرين. وأخوها نبي، وزوجها نبي، وابنها نبي. مين دي؟ بيستنونا في ميكرو فلاش في الشارع مع سميرة سعيد. الفيديو ده هينزل على أي منصة سوشيال ميديا أنا موجودة عليها، وهينزل على قناة النهار الجديدة. عايز تزيع قول زيعي. زيعي. زيع؟ تمام. من المعروف إن للمرأة عدة، هل للرجل عدة؟ الرجل ليس له عدة. فكر شوية. فكر وجواب نهائي. الرجل له عدة زوجات. وليس تعدد. وليس تعدد. وليس الزوجات. وليس عدة، أصل عدة لها علاقة بالوفاة والزواج وفي الفراق والطلاق. هل للرجل عدة؟ أعتقد لا. من المعروف ان للمرأة عدة، هل للرجل عدة؟ لا. فكري. جواب نهائي. جواب نهائي. شكرا. شكرا. احنا هنسألك سؤال صغير، لو جاوبت صح هتكسب معنا جايزة. من المعروف ان المرأة ليها عدة، هل للرجل عدة؟ لا. فكر شوية. لا. جواب نهائي. لا. شكرا. لا. شكرا. اسم حضرتك ايه؟ مروان مخيون. منين يا استاذ مروان؟ من اسكندريه. اسكندريه؟ هنسالك سؤال صغير، لو جاوبت صح هتكسب معانا جايزه. تمام. تمام. من المعروف ان للمراه عده، هل للرجل عده؟ هل معروف؟ صح. انا محامي. المفروض بقى تبقى عارف حاجه زي كده. المفروض الرجل ليه عده. ايه، عارف الحالات؟ لا الحالات لا. بس يعني انا مش متذكره. بس هو الرجل لها عده فعلا. ايه هي الحالات بتاعتها بقى عشان تبقى الاجابه كامله؟ الحالات بتاعتها مسقطها. تعالى تعالى. مسقطها. تعالى معايا كده شاركني. تعالى. مساء النور. قول. الراجل اللي عدى في حالتين. ايوه. لو هو عايز يتجوز بعد الرابعه. لو هو طلق زوجته طلاق رجعي. لو هي الرابعه وحامل فهينتظر، لو مطلقه طلاق رجعي هيستنى لما تخلص عدتها عشان يرجع يتجوز تاني. او لو كانت حامل هينتظر لحين ان توضع مولودها. تمام. لو كانت حامل وينتظر لحين ان تضع مولودها، دي في الحالتين مش في الحالة واحدة بس. تمام. الله عليك. تمام. الله عليك. الله يخليك. من المعروف ان للمرأة عدة، هل للرجل عدة؟ لا. فكر شوي. ما اعتقدش. سمعتش قبل كده ان الرجل ليه عدة. جواب نهائي. جواب نهائي. شكرا. من المعروف ان للمرأة عدة، هل للرجل عدة؟ عدة للرجل؟ لا. ليه؟ لان عادي يعني لما بيطلق مراته بيتجوز على طول. فكر شوي. حاضر. الله اعلم. جواب نهائي. جواب نهائي. شكرا. شكرا. من المعروف ان للمرأة عدة، هل للرجل عدة؟ هو من المعروف ان للمرأة بس ما فكر شوي. للرجل في بس ما اعرفش قد ايه. طالما في بس ما اعرفش من قد ايه. جواب نهائي. في لا، بس انا عايز اعرف في يعني ولا لا، ولا لا ليه؟ في عدة للرجل. ليه وازاي؟ لو ارمل، لو ما اعرفش بقى. انت حاليا انت بتسالني، لا انا اللي بسال. لو زوجتي توفت برضو بيبقى ليها عده تقريبا. فكر شوي. لا ما اعرفش. شكرا. من المعروف ان للمراه عده، هل للرجل عده؟ في عده في اي حاله؟ هو في حالتين. قول. الحاله الاولانيه. الله عليك الاول كده. الله، انا بحب انا الناس اللي واثقه من نفسها دي. الحاله الاولانيه لو هم اتجوز اربعه وطلع الرابعه وعايز يتجوز تاني. طلاق رجعي. طلاق رجعي غير باقي. تمام. الحاله الثانيه لو هيتجوز اخت مراته لازم يبقى فيها عده برضه. الله عليك. الله عليك. وفي حاجه كمان، لو هي كانت منتظره مولود، صح كده؟ بالظبط كده. لو هي في حاله حمل. أيوة. ومنتظره مولود لازم يكون لازم ينتظر لحين توضع مولودها.
بالظبط. الله عليك الله عليك. من المعروف ان للمرأة عدة، هل للرجل عدة؟ ليه؟ في اي حالة؟ لو كان هيتزوج اخت زوجته المتوفية. في حالة كمان؟ لا مش متذكر. الحالة دي لو هو طلق زوجته طلاق رجعي ينتظر عدتها، ينتظر العدة بتاعتها لغاية ما تنتهي، ولو كانت يعني منتظر مولود او حاجة بينتظر حتى تضع مولودها التسع شهور اللي هم ينتهم فيها. الله عليك. من المعروف ان للمرأة عدة، هل للرجل عدة؟ اوبا. هل للرجل عدة؟ اكيد ليه عدة. في حالة ايه بقى؟ انا عايزة الحالة تقريبا كده. لو تزوج، لو طلق الرابعة ماشي، دي حالة. في حالة كمان اسمه طلاق رجعي. مش باين قصدي حضرتك لو طلقها طلاق رجعي. لو طلقها طلاق رجعي بالظبط. تمام. طلق الرابعة طلاق رجعي ماشي. تمام. في حالة كمان ده كده. الله عليك الحمد لله. حالة كمان ليه عدة. بص عشان انت جاوبت نص. لو طلق اخت اللي عايز يتجوزها. الله عليك الله عليك. من المعروف ان للمرأة عدة، هل للرجل عدة؟ للرجل عدة لو كان تزوج اربعة. تمام. وطلق واحدة منهم. طلق رجعي. طلق رجعي يعني. الله عليك. في ايه كمان؟ تزوج طلقها يتزوج اختها. الله عليك الله عليك. تمام. في حاجة تانية؟ لا بس كده بس كده. الله عليك الله عليك خالص يعني. الفيديو ده هينزل على اي منصة سوشيال ميديا انا موجودة عليها، وهينزل على قناة النهار الجديدة. عايزة تذيع قولي ذيعي. ذيعي اتفضل. ذيع اتفضل. ذيعي. الفيديو ده هينزل على اي منصة سوشيال ميديا انا موجودة عليها، وهينزل على قناة النهار الجديدة. عايز تذيع قولي ذيعي. ذيعي. ذيع. تمام. الفيديو ده هينزل على اي منصة سوشيال ميديا انا موجودة عليها. عايز تذيع قولي ذيعي. وهينزل على قناة النهار الجديدة. ماشي. ذيع. ذيعي. الفيديو ده هينزل على اي منصة سوشيال ميديا انا موجودة عليها، وهينزل على قناة النهار الجديدة. عايز تذيع قولي ذيعي. تمام. ذيع. ذيع. عايز تذيع قولي ذيعي. ذيع. ذيع. ان شاء الله. عايز تذيع قولي ذيع. ماشي اوكي. ذيع. وهينزل على قناة النهار الجديدة. ذيع. موافق. الفيديو ده هينزل على اي منصة سوشيال ميديا انا موجودة عليها، وهينزل على قناة النهار الجديدة. عايز تذيع قولي ذيعي. ذيعي بقى. ذيع. ذيعي. الفيديو ده هينزل على اي منصه سوشيال ميديا انا موجوده عليها، وهينزل على قناه النهار الجديده. استذيع قول ذيعي. الله يخليك. ذيع. دي عادي. الفيديو ده هينزل على اي منصه سوشيال ميديا من اللي حضرتك بتشوفني عليها. تمام. وهينزل على قناه النهار الجديده. اوكي ذيعي. استنى مفكرك السؤال. نجيب لك سؤال كده عقل طالما انت متجاهل بقى. استنى ده هتلاقيه معدي من النص كده ومش هياخد باله. الرجل له عدة زوجات وليس تعدد وليس تعدد. لا ما اعرفش. شكرا. فلاش مش شغال. تيجي جايز. فلاش جايز. شكرا. اوبا. ميكرو فلاش في الشارع مع سميرة سعيد.